الغوالي طلب تسلسل الاعدادي، حياكم الله بشرح الحلقه الخامسه من سلسله قواعد الوحده الخامسه. محاضرتنا اليوم بشكل مختلف اخر لزمن المضارع التام البسيط. قبل لا نبدا بشرح المحاضره، مثل ما ذكرنا بالمحاضرات السابقه، حاولوا تسيطرون على النقاط اللي خاصه بالوحده الخامسه بالتسلسل. ليش؟ حتى لما تجيكم جمله بالاسئله الوزاريه تعرفون تابعه لاي نقطه بالوحده الخامسه. لان ذكرنا بالحلقات السابقه هواي اشكال الزمن المضارع التام البسيط، واليوم عندنا هم شكل اخر، وبالمحاضره اللي بعدها عندنا شكل اخر الزمن المضارع التام البسيط. هاي الحلقه او هذا الشكل من زمن المضارع التام البسيط يجب ان يحفظ او يترك في الامتحان، يترك في الامتحان، تلغيها، ما تطلعون من هاي المحاضره اذا مو مضبطين الموضوع بالترتيب وبصوره صحيحه. ما دام يحفظ يعني تعرف ان انا شلون راح اعطيك طريقه تسيطر بها على الحفظ. موضوعنا اليوم اللي هو تمرين صفحة 93، تمرين صفحة 93 موجود بكتاب النشاط. هذا يعتمد على المعنى، فهو يحتاج إلى have، يحتاج إلى have وفعل رئيسي وتكملة حسب المعنى، حسب معنى الجملة. يحتاج منك have ويحتاج أنت تجيب فعل وتكملة حسب معنى الجملة، فيجب أن يحفظ. هدي وراح اعطيك طريقه واخليك شلون تسيطر على هذا التمرين. تمام غوالي، شلون يجي بالامتحان؟ يقول اكمل الجواب باستعمال احد الظروف وفعل مناسب. شلون تعرفه بالاسئله الوزاريه لما يجيك؟ يقول لك complete the response. complete the response، اكمل complete، اكمل the response، الجواب باستعمال just، already، yet، and، و، an appropriate verb، an appropriate verb اللي هو فعل مناسب. يريد منك تجيب تكمل الجملة، فأنت تحتاج have وفعل رئيسي من عندك تجيبه وتكمله حسب معنى الجملة. هذا الموضوع أو هذا التمرين اللي هو صفحة 93 بست أمثلة، خمس نقاط ومثال محلول يصيرن ستة. راح أعطيكم طريقتين وخليكم تسيطرون عليهم سيطرة تامة. خليكم وياي حتى نبدأ بأول مثال اللي هو المحلول وشون يجي بالوزاري وشون نسيطر عليه وشون نتعامل وياه. Stay with me. المثال الأول يقول Would you like a cup of coffee؟ Would you like a cup of coffee؟ هل ترغب بكوب من القهوة؟ قال No thanks، لا شكرا. I فراغ 1. يقول complete، اكمل the response، اكمل الجواب using، باستخدام just. هنا طلب منك لازم تستخدم just بالجملة، اوكي؟ and an appropriate verb، appropriate verb اللي هو فعل مناسب، فعل مناسب. فهنا قال لك no thanks I فراغ 1. أول خطوة أنت شلون راح تتعامل مع هذا الموضوع؟ أول شيء عرفته complete the response، اسم الموضوع. هنا أعطيك نظام شفرة، هاي الجملة شفرتها no thanks، هذا الأستاذ ينطيها ها، وتقدر تتابع الأسئلة الوزارية وراح تشوف شلون طريقتها حسب كل جملة أقول لك هاي وين بالوزاري. مثلا هاي 2019، روح للأسئلة الوزارية 2019 راح تلقى هاي الجملة قايل لك no thanks I فراغ 1. فانت بهاي الحاله ايش راح تسوي؟ عرفت الشفره نو ثانكس راح تعرف ايش مطلوب من عندك، شلون راح افهمك بالحل. ايش راح تسوي بالامتحان؟ تنزل نو ثانكس، نو ثانكس، تنزل الاي. تمام؟ الاي ايش تريد بالمضارع التام البسيط؟ ارجع اي وي يو ذي هاف، هي شي ات هاز. فهنا طلب هاف، قلت لك ما قلت لك هاز، يريد بس هاف. فالاي نجيب هاف، بعدها انزل الظرف just، بعدها اجيب فعل، انا اجيب فعل من عندي اللي هو had، وانزل كلمة one وينتهي الجواب. تنزل no thanks، جبتها من السؤال، الاي تنزلها، الاي تاخذ half، الظرف هو ينطيك اياه بين هاي العلامات تنزله، بعدها انت تجيب الفعل الرئيسي من عندك وتنزل التكمله. يعني انت كقياس هاي الجمله جبت هاف لان عندك اي وجبت هات كفعل رئيسي. فلما نشوف جملتك باديه بنو ثانكس ويقول لك اكمل الرد، هنا اقول له هل ترغب بكوب من القهوه؟ يقول لا شكرا، اي هاف جاست هاد ون، هسه ها شربت كوب اوف كوفي، يعني تسلم.
فتنزل no thanks I have just had one حتى تحفظها تتذكر بالوزاري خلي قدامك دفترة مسودة واكتبها فد 10 مرات اكتب لي هذا no thanks I have just had one تمام اكتبها 10 مرات ادري بكم تحبون الكتابة فاكتبوها وياي no thanks I have just had one الأمثلة البقية ما راح اجيب لكم هذا السؤال يعني منطق السؤال يعني شنو عرفتوا النمط شلون فمباشرة الجملة حتى بنفس الوقت الفيديو ما يصير هواي عليكم وتملون من الشرح Does سميرة know about the meeting هل تعلم سميرة فيما بخصوص الميتينج الاجتماع هل تعرف سميرة بخصوص الاجتماع هذا اجى 18-21 ايش قال الاستاذ قال I'm sorry I وسكت جاب طريقة فقال هنا استخدم لي yet نفس الجسمة نفس هذا المنطوق بس مكان just قال yet زين الشفرة شني I'm sorry من تجي I'm sorry اعرف انت بالنقطة الاولى من هذا التمرين انت راح تجيب من عندك هو قال لك I تجيب haven't told her yet haven't told her yet يقول I'm sorry I haven't told her yet آسف لحد هسه ما قلت لها تمام told her يعني لم أخبرها لحد هسه أو لحد الآن تركونا من الفصحى تمام لما نشوف جملتك بادية ب I'm sorry أنت تقول وهو قايل لك I فتقول I haven't told her yet شو تسوي هسه اكتب هذا الجواب 10 مرات قبل لا تنتقل للمثال اللي بعده حتى السيطرة سيطرة تامة على الموضوع 18-21 روح للأسئلة الوزارية خلص عندك ثقة تمام بالشيء اللي جاي يشوفه قدامك طريقة السؤال طريقة الجواب وتبسيط الأمور المثال اللي بعده اللي هو رقم 2 Would you like to come to see the new film with us? Would you like to come to see the new film with us? هل ترغب بالمجيء لرؤية الفيلم الجديد معنا؟ Thanks for asking. شكرا على سؤالك تمام. But I وسكت الأستاذ. قال لك يلا كمل الريسبونس تمام كمل الريسبونس على الموضوع. فهنا الشفرة thanks for asking. لما نشوف جملتك بيها thanks for asking بدون ما تفكر ولا بقاعدة ولا ما أعرف إيش مباشرة نزل الجواب اللي أنت كتبته 10 مرات حتى توصل الفكرة لك. تقول thanks for asking شكرا على السؤال مالك but I تقول have already seen it الآي تاخذ have والalready هو ينطيك إياها وتجيب seen it I have already seen it يقول هسه أنا باوعت علي أنا تمام شكرا ما راح أجي أشوف الفيلم وياكم لأن هسه باوعت علي أنا I have already seen it كتب 10 مرات هذا لحد الآن ما جاي بالوزاري النقطة رقم 3 اجت 2015 Can I borrow that book after you? Can I borrow that book after you? هل أستطيع استعارة ذلك الكتاب after you بعدك أقدر أخذ ذاك الكتاب بعد ما تخلص من عنده 2015 شي يقول لا يقول لك Here you are Here you are بالعراقي يعني تفضل Here you are مو تفضل مال هذا الإعلامي ها تفضل Here you are Here you are I وسكت الأستاذ قال لك كمل الرد أنت بهاي الحالة ايش راح تسوي راح تقول I have just finished it I have just finished it يقول تفضل هسه خلصت أنا من عنده هنا ايش يقول لك الجملة Can I borrow that book after you قال لك Here you are I have just finished it هسه خلصت من عنده أو هسه انتهيت من عنده هاك هي أقربي تمام المثال بعده قبل المثال بعده اكتب 10 مرات المثال الرابع look at the notes board there is an advert for English courses 2018 يقول انظر الى notes board لوحة الاعلانات هنالك اعلان for English courses لدروس او دورات الانجليزية I know أعلم أو أعرف بالعراقي آي وسكت الأستاذ قبل لا أشرح هاي الجملة بالنسبة للنظام الإسقاطات هواي من الطلبة يعانون هذا الشيء الإسقاطات تحتاج شوية لغة يعني 2022 فرع الأحياء جتهم هاي الجملة إسقاط تقدرون تروحون
على اسئله الدور الاول فرع البيولوجيكال الاحيائي راح تشوفون ان هاي الجمله نصا موجوده بالاسقاطات. وايه هاي الكلمه كانت بالصندوق 2022 دور اول، تمام. الاسقاطات تكون من بين الاسطر من كتاب الملون، حتى من هاي النصوص اللي موجوده بقرص الاستماع اللي تصير بنهايه الكتاب تجي. فحاولوا دائما تشتغلون على اللغه حتى تتخلصون من هاي المشكله، بدل ما حتى تحفظوا لكم 200 او 300 اسقاط خارجي مع كتاب. وهاي اللي عنده لغه يسيطر على هاي الامور بشكل تام، تمام. فهاي اجت اسقاط 2022، هاي كانت مفقوده بالصندوق. فيقول I know الشفرة شني؟ I know I have، أجيبها قلنا الظرف هو منطينا يا already seen it. I have already seen it يعني شفتها الإعلان هذا. من يقول له انظر إلى لوحة الإعلان أو نوسبورت، تمام. There is an advert for English courses. I know I have already seen it. اكتبوها 10 مرات حتى سيطرون عليها سيطرة تامة. المثال الخامس والأخير 2017-2021 If you see خالد can you ask him about tonight? If you see خالد can you ask him about tonight? إذا ترى خالد أو تشوف خالد تقدر تقول له بخصوص tonight الليلة، بخصوص الموضوع بالليلة هاي. tonight يعني هاي الليلة. He can come I sicket. الشفرة he can come. الشفرة he can come. I تقول have already asked him. I have already asked him. لما جملتك تبدأ ب he can come تقول I have already asked him. وصلت الفكرة؟ هاي ست جمل تابعة لهذا الموضوع. الشفرات هاي اللي خلت لكم جوان خطوط حتى تصير فكرة لكم أوضح بدون قاعدة. وهذا التمرين يجي وزاري، ومثل ما جاي تلاحظون هو يجاب الوزاري. اوكي اخوان، الشفرة عندك، الجواب قدامك، حاول تكتب الجواب 10 مرات. يعني هاي مجرد شغلة بسيطة نقدر نقدمها لكم حتى نساعدكم بطريقة الميمورايزنج الحفظ. ان شاء الله ما طولت وياكم بالفيديو، تحياتي لكم.